يمثل الاتحاد المغربي للشغل، وفد رفيع المستوى من الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين برئاسة الأخ المناضل سعد شاهر. وهي مناسبة بالطبع جد طيبة وعزيزة علينا نظرا للظرفية التي يعيشها عمال وشعب فلسطين من جراء الحرب الهمجية التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني الأعزل، وإنها حرب إبادة في القدس بالخصوص، من تقتيل للأطفال والنساء والشيوخ وهدم المنازل وتدمير البنية التحتية. فبالطبع ما يربطنا كنقابيين وهو التضامن، فاليوم ننظم هذا المهرجان التضامني للطبقة العاملة المغربية للتعبير مرة أخرى عن تضامننا المطلق مع عمال وشعب فلسطين. والقضية الفلسطينية هي في وجدان الاتحاد المغربي للشغل والطبقة العاملة المغربية، ففي كل المناسبات نؤكد عن التضامن ديالنا مع عمال وشعب فلسطين. وأكبر دليل أننا أطلقنا اسم فلسطين على أكبر قاعة في الاتحاد المغربي للشغل، وفي الشهور الفارطة في متحف الاتحاد المغربي للشغل العريق دشنا جناح، طلقنا عليه جناح فلسطين، ويحتوي على صور ومخطوطات وكتب حول القضية الفلسطينية. فإذا كل تضامن ديال الطبقة العاملة والاتحاد المغربي للشغل مع عمال وشعب فلسطين، وسنبقى حتى النصر إن شاء الله. اليوم مشاركتنا هي من أجل المشاركة في هذا المهرجان الذي يقيمه الاتحاد المغربي للشغل، هذا المهرجان التضامن من أجل وقف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، ما يقوم به العدو الإسرائيلي في حماية الأمريكان الولايات المتحدة الأمريكية من إبادة للشعب الفلسطيني الذي دمر غزة وقتل الأطفال وقتل النساء وكبار السن وقتل الصحفيين. هناك أكثر من 161 صحفي تم قتلهم بشكل متعمد من قبل الاحتلال الإسرائيلي من أجل التغطية على هذه الجرائم. نحن هنا من أجل إبراز هذه الجرائم، لأن ما يحدث في غزة هو حرب إبادة. لم يبقى كنائس، لم يبقى جوامع، لم يبقى أي مبنى من المباني. هناك يعني 90% من المباني التي هي في غزة تم تدميرها أو حرقها أو جعلها غير صالحة للسكن، الجامعات، الكليات، المستشفيات، يعني كل ما هو على الأرض الفلسطينية في قطاع غزة تم تدميره بشكل متعمد من قبل هذا الاحتلال الإسرائيلي. ولكن في لنا بشرى صارة لأهلنا وشعبنا في المغرب بأن الاحتلال قتل أكثر من 13 طفل فلسطيني. الحمد لله رب العالمين. بحب نحكي أمامكم إنه الأمهات الفلسطينيات خلال 4 شهور يعني أحضروا إلى هذه الدنيا 20 طفل فلسطيني ولدوا في الحرب على غزة وفي الإبادة التي يقودها هذا الاحتلال الإسرائيلي. اليوم شعبنا الفلسطيني معرض في كافة أنحاء فلسطين للقتل والإبادة والإرهاب من قبل هذا العدو الصهيوني. لذلك اليوم هذا المهرجان راح يكون إبراز ومطالبة علنية بشكل واضح بضرورة وقف هذا الحرب على أهلنا وشعبنا في فلسطين وفي غزة بشكل خاص، ووقف حرب الإبادة والسماح. السماح اليوم في هناك مجاعة في غزة، مجاعة، أنا مسؤول عن حديثي أمامكم، مجاعة في غزة جميعا، ليس فقط في شمال غزة.
غير مسموح إنه يفوت حليب الأطفال، غير مسموح إنه يفوت أي مواد غذائية لأهلنا وشعبنا في قطاع غزة، غير مسموح إنه يفوت الأدوية، حتى الأدوية ممنوع إنها تفوت للمرضى. فيش هناك مستشفيات، فيش هناك مراكز طبية. وضع كارثي، ويتحمل المشكلة الأكبر إنه هذا الصمت الذي يقابل من قبل العالم أجمع على هذه الجرائم وهذه الحرب الإبادة. وواضح إنه في هناك ازدواجية المعايير. كلنا نعلم ما يحدث في بلدان أخرى، لكن البلدان الأخرى التعامل معها يختلف عن ما يتعامل فيه فلسطين، لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تغطي كل هذه الجرائم على شعبنا وأهلنا في قطاع غزة لهذا العدوان. وهذا العدوان أخرج وأفرز بعض الحقائق رغم هذه التحديات الكبيرة. الشعب الفلسطيني مدعوما بأمته العربية والإسلامية والأحرار في العالم، وهم على رأس هؤلاء الداعمين، يقولون ونريد أن نحول هذا الخطر الداهم على الشعب الفلسطيني، خطر الإبادة، إلى إنجاز بالوجود وبالذهاب إلى الحرية وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية. هذه الحقيقة الأولى، والشعب الفلسطيني لم يستسلم ولم يهاجر ولم يغادر أرضه رغم كل هذه الأسلحة الدمار الشامل التي تستخدم في الشعب الفلسطيني.